مسلسل أمينة حاف، أحداث الحلقة 22. بيبدأوا يستعدوا للعرس. حصة بتروح عند منيرة وأمينة في الصالون وبيجهزوا للعرس، وبتبقى معاهم طيبة بيعملوا شعرهم والمكياج بتاعهم، وكمان أم عبود بتبقى معزومة في العرس. بالنسبة لي فارس بياخد داري ابنه وأوسي معاه، وبيروحوا يعملوا ضوافرهم ويظبطوا نفسهم. طبعا شوق وشمايل كانوا على آخرهم ومتغاظين جدا. بتبدأ الحفلة، وبتبقى حفلة كبيرة، ومنيرة بتنزل فستان العرس وبتبقى مستأنسة جدا، وحصة بترقص، وكمان منيرة وطيبة كانوا فرحانين جدا. لكن بيحصل حاجة ما كانتش متوقعة، هي ان التلات ازواج التانيين بيلبسوا ابيض وبيروحوا علشان خاطر يخربوا على امينة عرسها، وبيفضلوا يرقصوا في العرس، لكن منيرة بتسيبهم في حالهم، بتمسكهم كلهم وبتفضل تضرب فيهم، وفي الاخر بيبقى شكلهم صعب جدا والكل بيضحك عليهم. اما بالنسبة لفوز فبتبعت لها منيرة على السناب فيديوهات للعرس، وتوري جوزها بدر وبيقول لها ملكيش دعوة بيها وسيبك منها، علشان خاطر هي اصلا محدش طايقها، حتى اهلها نفسهم مش طايقينها. اما بالنسبة للستات بعد ما خدوا طبعا العلقة السخنة وكان منظرهم صعب جدا ويخربوا العرس، وامينة كانت عارفة ان هم هيعملوا كده لانها كانت اتصنتت عليهم وسمعت ان هم بيحاولوا يقنعوا رؤية ان هم التلاتة يلبسوا ابيض ويروحوا العرس علشان خاطر فارس يستأنس وكمان يخربوا على امينة العرس بتاعها، وكانت سمع كل ده. لكن بتقول لفارس انا ما يهمنيش حد غيرك، وكانوا مع بعض الاتنين وقاعدين بيتكلموا. اما طيبة كانت قاعدة مع منيرة اللي بتسألها تعرف ايه عن امينة ومعاها فلوس قد ايه، قالت لها معرفش حاجة. قالت طب ما نيجي ندور كده في اوضتها يمكن نلاقي حاجة. وبتخلص الحلقة على كده، وده كان ملخص الحلقة 22 من مسلسل امينة حاف. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكوا على خير، باي باي.